كنت عايز اتكلم على نادي الزمالك. يمكن يعني الخبر اللي معايا هو ان الاتحاد التونسي بكره الصبح عنده جلسه او اجتماع بخصوص وجود الجماهير في مباراه الزمالك والترجي. زي ما احنا كنا بنتكلم مع سياده السفير شريف عيسى كده، جنوب افريقيا ما فيهاش، لكن في تونس في ظهرت بعض حالات الكورونا، فبالتالي في مشكله في وجود كم من الجماهير في مباراه كبيره زي كده. احنا عارفين ان الجماهير هناك او تحديدا استاد رادس 50,000 متفرج هيبقى متواجد، وبالتالي التذاكر يمكن كمان خلصت، فالوضع هناك بالنسبه لمباراه زي كده صعب. فبكره وايضا الاتحاد الافريقي هيحدد ايه الوضع، يعني سواء الاتحاد التونسي بسبب بخصوص الجماهير وايضا الاتحاد الافريقي هيحدد ايه الوضع لهذه المباراه والجماهير وتواجدهم في المباراه الخاصه ب الزمالك والترجي. لكن ما زلنا بنقول ان ماتش صعب للفرقتين سواء الاهلي والزمالك، وبالاخص بقى الزمالك. لما نيجي نتكلم ان الزمالك طلب تامين خاص للعيبه، تامين خاص للبعثه، لان ما حدث لفريق الاهلي في العام الماضي هم النادي الزمالك خايف من انه يحصل نفس الشيء معاهم، وده اعتقد شيء طبيعي. لكن السلطات او وزاره الرياضه التونسيه طلعت بيان وقالت ان شاء الله تامين خاص لنادي الزمالك. وايضا كمان في مباريات اخرى في بطوله افريقيا مع النجم الساحلي، الوداد والنجم الساحلي، هيكون طبعا برضو تامين خاص، لان مهم جدا تامين البعثات الرياضيه اللي بتبقى متواجده تكون في حاله جيده ويبقى في امان دايما باستمرار. ودي بيان خاص من وزاره الرياضه التونسيه.